ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن من أخص صفات النبيين الذين اختارهم الله عز وجل لهداية العالم تحملهم للمسؤولية وحرصهم على أقوامهم وتأثرهم أشد التأثر بما قد يفضي إلى نوع ضرر بالناس، كما جاء في وصف نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم، بالمؤمنين رؤوف رحيم. كانت نظرتهم بعيدة واسعة شاملة، إذا هاجت سحابة قام النبي صلى الله عليه وسلم وراح وجاء، وإذا كلم في هذا قال: ما يدريني، إن الله أهلك قوما بالريح، مع أنه بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم قد عرف أنه خاتم النبيين وخليل رب العالمين وأن مفتاح الجنة بيده، فالقضية الشخصية لا تؤثر فيه. لكن ليس الأنبياء يهتمون بقضاياهم الشخصية، وإنما يهتمون بقضايا الأمة العامة. ومن أجل هذا بعثوا بالتوحيد الذي هو سبيل النجاة، ومن أجل هذا حذروا أقوامهم من الشرك الذي هو أعظم سبيل الهلاك والعياذ بالله، ومن أجل هذا تحملوا في ذات الله عز وجل ما لم يتحمل أحد. أوذي رسول الله صلى الله عليه وسلم وضرب وجرح وشج في رأسه وكسرت رباعيته، وتحمل ما لا يتحمله بشر من قومه، ومع هذا كان يقول: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. وكان يتأسى بنبي قبله، كما قال بعض السلف من الصحابة: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا ضربه قومه حتى أدموه، وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وبوفاة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم انقطع حبل النبوة، وبقيت هذه المعاني في أتباعه من المؤمنين، وأخص أتباعه هم أهل السنة، وأخص من ينتسبون إلى السنة من ينتسبون لها حقيقة وليس ادعاء، وهم الذين يتحرون آثار النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة، وهم أهل السنة والجماعة. وإذا كان الأمر كذلك فليس ببعيد عنك ما يحدث في أيامنا هذه من بعض الفتن والقلاقل والصدامات والصراعات، التي لولا حسن الظن في الله عز وجل أن يقيل يعني عثرة هذه الأمة وأن يحفظ لها أمنها لصار من ذلك فساد عريض وشر مستطير. والناس في هذا ينقسمون إلى فئتين: بعض الناس نظرته قاصرة ولا يحسن التمييز لأنه لم يتضلع من العلوم النبوية ولم يستفد من سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قومه، فربما يعني أخذه عارض الرضا والفرح ببعض نكاية في قوم من الكافرين، ويرى نفسه يعني بحاجة إلى أن يشتفي منهم أو نحو ذلك، فربما يفرح ببعض الأحداث التي تجري. وهذا لا شك يعني لا يحسن الفهم ولا يحسن التقدير ولا يتحمل مسؤولية الأمة ولا يخاف من تبعات الأزمة ولا يفكر بتفكير يعني
الكبار الذين يتحملون المسؤولية ويحملون الأمانة، والفريق الثاني وهم قليل، أولئك الذين يخافون على مصلحة الأمة ويحرصون على استتباب أمن البلاد، لأن في ذلك أعظم مصلحة للدين والدنيا. وتوارد السلف في كتب الاعتقاد وغيرها على التأكيد على هذا الأمر، أمر أنه ينبغي الحفاظ على استتباب أمن المسلمين حتى يعني تسير الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وحتى تسير مصالح الناس في دنياهم وفي دينهم أيضا. فإن من المقاصد الشرعية أن تستمر يعني حياة الناس في أمن وسلامة واطمئنان، يأمن الناس على أموالهم، ويأمن الناس على أعراضهم، ويأمن الناس على أعمالهم وأشغالهم. ومن المعلوم أنه إذا انفلت العيار كما يقولون، واتسع الخرق، ويعني ترك الأمر من غير ضابط، فإنها فتنة كبيرة عظيمة تعم البلاد والعباد، ولا يترتب على هذا يعني نوع نفع لما يعني تقرر من أن الصبر ولو على بعض المنكرات واستتباب أحوال المسلمين خير من أن نذهب فربما نغير بعض المنكرات فنقع في منكرات أكبر. ولهذا يكثر يعني العلماء في مثل هذه الفتن من تناقل الكلمات التي قالها يعني العلماء خلفا عن سلف، أن يعني كما يقولون إمام ظلوم خير من فتنة تدوم، لأن الفتن إذا وقعت أصبح الأمر لا بيد أولي الأمر من العلماء ولا الحكام، وإنما يعني يتسع الخرق ويتولى الأمر يعني السوقة والبلطجية ومن لا يريدون بهذه الأمة خيرا. ولهذا كانوا يتناقلون أيضا 60 سنة من إمام ظالم خير من ليلة واحدة بلا سلطان. ولا شك أن أعداء الإسلام يريدون أن تبقى بلاد الإسلام كلها نموذجا كالصومال والعراق وأفغانستان ونحو ذلك، والسعيد من وعظ بغيره. كيف يعني بدأت الفتنة في بلدة يعني مثل الصومال؟ قالوا هناك مظالم وهناك فتن، فانبعث بعض الناس ل يعني إصلاح بزعمهم هذه المظالم وهذه الفتن، فاتسع الخرق على الراقع. وكلما خرجت جماعة وقالوا نحن نريد أن نرد الناس إلى السنة وإلى الهدى وإلى الخير ونحو ذلك، حتى لو استتب لهم الأمر خرجت جماعة أخرى عليهم، وما زال القتل جاريا يوشك ألا يبقى صومالي واحد في الدنيا، لأنه ليس هناك يعني أمن، وليس هناك سلطان، وليس هناك نظام يحمي الأعراض ويحمي الأموال ويحمي الديانة نفسها. ولهذا اتفق العلماء بإجماع أهل العلم وأهل الحل والعقد على مدار السنوات والعصور والقرون، أجمع أهل السنة على أن الفتن إنما يتكلم فيها الكبار المجتهدون، ليس طلبة العلم فضلا عن العلماء، وإنما يرجع في هذا إلى العلماء الكبار الذين يقررون المصالح والمفاسد، وإلا لصارت فوضى. فنحن نبرأ إلى الله عز وجل من يعني هذه المهاترات التي قد يفعلها بعض من ينتسبون أو لا ينتسبون، هذه يعني معاني لا نعرفها، لكن الذي نقر به ونعرف أن هذا لا شك أنه يعني خطأ كبير، وأنه إذا حصلت بعض المظالم وبعض التجاوزات وبعض الأخطاء، ولا بد أن هناك من ذلك الكثير والكثير، فعلاجه يكون بمقتضى الحكمة وبمقتضى يعني أصول الشريعة التي جاءت بتحقيق المصالح ودرء المفاسد، وليس علاج ذلك بالعواطف والانفعالات، وحينئذ ينفلت يعني الأمر ويتسع الخرق على الراقع، وتنتقل القيادة
بدل أن كانت بيد العلماء أو بيد الحكام تنتقل إلى السوقة، ويعني من لا يحسنون تقدير عواقب الأمور، وتصبح فوضى لا مخرج منها ولا حول ولا قوة إلا بالله. فيعني الذي نسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يجنب بلادنا وبلاد المسلمين الفتن والقلاقل والمحن، وأن يعين على استتباب أمن المسلمين، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يولي عليهم خيارهم، وأن يصلح علماءهم وشبابهم وعامتهم، وأن يعني يرزق هذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع الحاضرين، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما قصة عمرو بن نحي لعنه الله وتغيير دين إبراهيم عليه السلام، فإنه نشأ على أمر عظيم من المعروف والصدقة والحرص على أمور الدين، فأحبه الناس حبا عظيما ودانوا له لأجل ذلك حتى ملكوه عليه، وصار ملك مكة وولاية البيت بيده، وظنوا أنه من أكابر العلماء وأفاضل الأولياء. ثم إنه سافر إلى الشام فرآهم يعبدون الأوثان، فاستحسن ذلك وظنه حقا، لأن الشام محل الرسل والكتب، فلهم الفضيلة بذلك على أهل الحجاز وغيرهم. فرجع إلى مكة وقدم معه بهبل وجعله في جوف الكعبة، ودعا أهل مكة إلى الشرك بالله فأجابوه، وأهل الحجاز في دينهم تبع لأهل مكة لأنهم ولاة البيت وأهل الحرم، فتبعهم أهل الحجاز على ذلك ظنا أنه الحق، فلم يزالوا على ذلك حتى بعث الله محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بدين إبراهيم عليه السلام وإبطال ما أحدثه عمرو بن حي لعنه الله. وكانت الجاهلية على ذلك، وفيهم بقايا من دين إبراهيم عليه السلام لم يتركوه كله، وأيضا يظنون أن ما هم عليه وأن ما أحدثه عمرو بدعة حسنة لا تغير دين إبراهيم عليه السلام. وكانت تلبية نزار: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فأنزل الله سبحانه وتعالى: ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى قصة إبراهيم وولده إسماعيل، ومنه جاء نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، أراد في هذه المقدمة أن يتم يعني بيان صورة مكة، تلك البلدة الحرام التي كانت من أعظم حواضر الدنيا، لم تكن صغيرة كما يظن الناس، بل كان لها رئاسات وأتباع، وكان لها يعني عادات ونظم في السياسة والاقتصاد والاجتماع، وكانت يعني محط أنظار الجزيرة العربية. وفي هذه المقدمة يريد المصنف أن يجلي هذه الصورة حتى ننظر يعني المقدمات التي سبقت بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولا شك أن أهلها كانوا على بقايا من دين إبراهيم الخليل صلى الله عليه وآله وسلم، ذلك الدين الذي ورثوه عن إسماعيل الذي عاش صلى الله عليه وعلى نبينا في مكة وتزوج من جرهم كما تقدم، ومضى على ذلك مدة. ولهذا هو يسلط الضوء على بعض الكبراء الذين عرفوا على مدار هذه العصور إلى أن نصل إلى زمان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فمن أشهر هؤلاء عمرو بن لحي،
وذلك أن خزاعة غلبت على البيت ونفت جرهم عن مكة، كثرت المظالم يعني من الجراهمة وتغلبت خزاعة عليهم، وهذه سنن كونية. وكان عمرو بن لحي من كبراء خزاعة، قد جعلته العرب ربا لا يبتدع لهم بدعة إلا اتخذوها شرعة. وجه ذلك أنه كان سخيا وكريما، ومن أخص الصفات التي يحرص عليها العرب هذه الصفة، كل من جاءهم يعني سخيا كريما له يعني عطايا ويعني هبات دانوا له. كان هذا الرجل يعني يطعم يعني كان هذا الرجل يعني يطعم 10,000 بدنة في الموسم، وكان يكسو 10,000 يعني حلة في الموسم. وذكر الأزرقي أنه يعني فقى أعين 20 بعيرا، وكانوا إذا تم للرجل 1,000 بعير فقى عين بعير منها، يظنون أنهم يدفعون عنها العين، فإذا فقى عين 20 فإنه يكون له 20,000 بعير. دانت له العرب لأنه يعني كان كريما وكان سخيا، وكان أهل مكة يعني ينتفعون بإمارته، وكان يعني له أسفار كعادة الأغنياء. لما سافر إلى الشام يعني جاءه الشيطان أو رأى ما هم عليه من يعني عبادة الأصنام ونحو ذلك، ومع الفراغ للقلبي والروحي وانطماص الفطر والديانة أخذ منهم يعني صنما وهو هبل المشهور، وجاء به إلى مكة، ويعني استحسن ذلك لقومه وتابعوه على ذلك، وظنوا أيضا أن هذا حق، ولا والله ما هو بحق، لكن إذا طمست الفطر وغاب العلماء الذين يدلون الناس على التوحيد ويجددون لهم يعني ملة أبيهم إبراهيم، وقع مثل هذا الخبط ومثل هذا الخلط. كان يلبي فجاءه الشيطان وجعل يقول بجانبه يعني لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك، فكأنه أنف من هذا غير متعود، كيف نقول لا شريك لك إلا شريكا هو لك، لو متناقض. فقال له تملكه وما ملك، قال فنعم إذا، هو ظن أن هذا يعني حل للإشكال، شريكا لك هو لك تملكه وما ملك، وصارت التلبية على يعني هذا النحو الذي أوعز به الشيطان إلى هذا الرجل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم رآه كما في الصحيح، رأيته يجر قصبه في النار يعني أمعاءه، لأنه أول من بدل دين إبراهيم. فهذا الرجل عمرو بن لحي أول من بدل دين إبراهيم لأهل مكة، ومنذ يومها وتتابع الشرك فيهم والعياذ بالله. وكان هذا من مساوئ حكم خزاعة، يعني ومن أشد مساوئ حكمها أنه عبدت الأصنام في زمانه. وفي هؤلاء وأمثالهم أنزل الله تعالى يعني هذا المثل الظاهر، وهم يفهمون هذه الأمثال لأنهم أهل فصاحة وبيان. ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم، يعني لا يتصور ذلك. من كان عنده يعني عبد يملكه بملك اليمين فإنه لا يحب أن يشاركه فيه أحد، والناس كلهم عبيد لله سبحانه وتعالى، فلا يصح دعوة أن لهم ربا أو أن لهم إلها غير الله سبحانه وتعالى. ومن أقدم أصنامهم مناك، وكان منصوبا على ساحل البحر قبيل تعظمه العرب كلها، لكن الأوس والخزرج كانوا أشد تعظيما له من غيرهم، وبسبب ذلك أنزل الله إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. والمصنف يذكر أيضا بعض أشهر الأصنام، وإلا لما عبدوا الأصنام كان لهم في كل بيت صنم، وكانوا يتخذون بيوتا فيها الأصنام، وكثرت عبادة الأصنام جدا، حتى أن الرجل إذا نسي أن يأخذ صنمه
كان يتخير من الحجارة التي يراها في منزله، يعني حجرين يعني يعجبانه، ويعني إن لم يجد إلا حجرين جاء بكومة من التراب ونحو ذلك وعبد هذه الحجارة. لكن لا شك أن بعضها كان أشهر من بعض، فمن أقدم أصنامهم مناة، ومناة كان منصوبا على ساحل البحر بقديد عند جبل يسمى المشلل، وكانت العرب كلها تعظمه، لكن أخص من كان يعظمه الأوس والخزرج، وهم الذين يعني الذين أسلموا بعد ذلك وعرفوا بالأنصار، كانوا أشد تعظيما له من غيره. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتحت مكة أرسل في كل مكان فيه صنم من يهدمه، قيل إن الذي هدمه أبو سفيان وقيل علي رضي الله عنه. قالوا بسبب ذلك أنزل الله إن الصفا والمروة من شعائر الله. وجه ذلك أن الأنصار كانوا في الجاهلية إذا جاءوا حجيجا كانوا يهلون لهذا الطاغيه، لهذا الصنم مناه، وكانوا إذا يعني أهلوا له يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة، فهذا كان يعني شأنهم في الجاهلية. فلما أسلموا ويعني آمنوا بالله عز وجل وكفروا بمناة أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بحالهم، كنا في الجاهلية نتحرج من الطواف فكيف نفعل الآن؟ فأنزل الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، يعني اتركوا ما كان من شأن الجاهلية من التحرج من الطواف بين الصفا والمروة. ولعلهم ظنوا بعد إسلامهم أن هذا أيضا نوع من يعني الشرك، ظنوا أن فيه يعني تحركا بين الجبال ونحو ذلك وهي لا تضر ولا تنفع، فبين الله عز وجل لهم أن هذا مما شرعه الله، ومعروف أن من حكمة مشروعية ذلك أن تتواصل الأجيال وأن يرتبط الحاضر بالماضي وأن يعني يتذكر ما كان من شأن إسماعيل عليه السلام وأم إسماعيل لما يعني أنزلت حاجتها بالله وأخذت بالأسباب وجعلت تتوكل على الله سبحانه وتعالى. ولهذا الذي يسعى بين الصفا والمروة ينبغي ألا يغيب عنه هذا المعنى، هو لا يسعى لمجرد أن هذا يعني ركن من أركان العمرة أو الحج، وإنما لكي يرتبط الحاضر بالماضي فينظر كيف تعالج المشكلات، وكيف يعني أن الملمات الكبار إذا نزلت بالعبد فأنزلها بربه سبحانه وتعالى أوشك الله تعالى له بغنى عاجل وبفرج يعني قريب، كما كان من شأن إسماعيل وأمه صلى الله عليه وعلى نبينا. ثم اتخذوا اللات في الطائف، وقيل إن أصله رجل صالح كان يلف السويق للحاج فمات فعتفوا على قبره. أيضا اللات يعني صنم مشهور، أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، هذه يعني الأصنام الكبيرة المشهورة التي كانت عند العرب، ويذكر أن اللات هذا كان رجلا صالحا، ولهذا من اللات بتشديد التاء يعني كان يلت السويق للحاج، يعني يطعم الحجيج، ولا شك أن هذا عمل مبرور وعمل مشكور، فما زالوا يعني يبالغون في شكر هذا العمل حتى عبدوا هذا الرجل الصالح ومنه صنم اللات. وقيل إنه مشتق من الله كما قد درست يعني في كتاب التوحيد قبل ذلك، ويعني كان سدنة يعني إذا كان مناه يعظمها العرب وأعظم أو أكثر من عظموها الأوس والخزرج، فإن اللات كان يعني سدنتها وحجابها من ثقيف، كانوا يعني من بني معتب من ثقيف، وهذه أيضا خربها أبو سفيان والمغيرة بن شعبة بعد إسلام أهل الطائف وبعد أن جاء الله عز وجل به. ثم اتخذوا العزى بوادي نخلة بين مكة والطائف، فهذه الثلاث أكبر أوثانهم. نعم، والعزى كذلك يعني صنم مشهور وكانت لقريش وبني كنانة، ولهذا قال أبو سفيان لنا العزة ولا عزة لكم يوم يعني أحد، وكان يقول أعل هبل للأصنام المشهورة عندهم في يعني مكة، وكان سدنتها وحجابها
هم بنو شيبان من سليم، هم حلفاء بني هاشم المكيين. أيضا هذه لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة فاتحا خربها خالد بن الوليد زمن الفتح، أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى وادي نخلة حيث هذه العزة، وقال يومها: يا عزة كفرانك لا سبحانك، إني وجدت الله قد أهانك. وانظر كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يظهر أنه كان يتحرى من يذهب لهدم الأصنام، غالبا كان يتحرى حدثاء العهد بالإسلام، يعني ما كان يرسل يعني أبا بكر وعمر، وإن كان ربما أرسل عليا على يعني أحد القولين في منى، لكن غالبا يرسل من؟ أبا سفيان، المغيرة، خالد، يعني الذين كانوا يوما ما صناديد الكفر، ليؤكد أن الإسلام إذا دخل القلب فإن هؤلاء لا يخافون في الله لومة لائم. وقد كان وكثر الشرك بعد هذا، وكثرت الأوثان في كل بقعة من الحجاز، حتى قال ابن إسحاق: واتخذ أهل كل دار في دارهم صنما، يعني ما كانوا يكتفون بالأصنام المشهورة في البيوت المعروفة والأماكن العامة، بل كان أهل كل دار يتخذون صنما يعبدونه، فإذا أراد الرجل سفرا تمسح به حين يركب، فكان ذلك آخر ما يصنع حين يتوجه إلى سفره، وإذا قدم من سفره تمسح به يعني حين يدخل، فكان ذلك أول ما يبدأ به قبل أن يدخل على أهله. فلما بعث الله رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم قالت يعني قريش: أجعل الآلهة إلها واحدا؟ إن هذا لشيء عجب. وأنا الحقيقة أتعجب من شيء، وهو انظر إلى كيف عاون الشيطان أتباعه على هذا المعنى الباطل وتواردوا عليه، معنى أن قبل أن تخرج من البيت اجعل آخر عهدك التمسح بالصنم، وأول ما ترجع من السفر اجعل أول عهدك قبل دخول البيت التمسح بالصنم، والناس يصدقونهم في هذا كله. العجب، موضع العجب ليس من هذا، لما أسلم عامة هؤلاء، والكلام لنا نحن لما يعني صرنا على هذا التوحيد، وبلغنا مثل حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا خرجت من منزلك فصل ركعتين تقيانك أو تمنعانك مخرج السوء، وإذا يعني دخلت إلى منزلك فصل ركعتين تمنعانك مدخل السوء. والحديث عند البزار وذكره الألباني رحمه الله تعالى في الصحيح. فالعجب أننا لا نعان على هذا، لأن الشيطان لا يعين، الشيطان يعينهم على ما كان منكرا، ونحن نعرف هذا الحديث ومعناه واضح: قبل الخروج من البيت وعند العودة إلى البيت اجعل آخر عهدك ببيتك إذا خرجت أن تصلي ركعتين، وأول عهدك ببيتك إذا دخلت أن تصلي ركعتين. لو قلنا الآن لعموم الحاضرين والسامعين، من الذي يعني يفعل هذا على الدوام؟ ما قام ثلاثة نفر أو أربعة نفر، لكن لما تسلط الشيطان على هذه الآلاف المؤلفة وقال لهم يعني اجعل أول عهدك أن تتمسح بالصنم إذا عدت، وآخر عهدك إذا خرجت أن تتمسح بالصنم، تابعه الناس جميعا. هذا حتى يعرف الناس يعني عداوة الشيطان بالإنسان، وكيف أنه يعني يعينه على ما فيه هلاكه ولا حول ولا قوة إلا بالله، ويصده على ما فيه نجاته. مرة أخرى هذا الحديث نحن ربما سمعناه من قبل، وهب أننا لم نسمعه، ها نحن نسمعه، لكن من الذي يعني يغلب شيطانه بحيث يحافظ على ركعتين عند الخروج وركعتين عند الدخول، تمنعانه من مخرج السوء وتمنعانه من مدخل السوء؟ هذا شيء يحتاج إلى صراع بين يعني العبد وبين عدوه الأول الذي يعني نصب عداوته للعبد. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. وكان لهم أيضا بيوت يعظمونها كتعظيم الكعبة، وكانوا كما قال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ولما دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتد إنكار الناس لهم، علمائهم وعبادهم وملوكهم وعامتهم، حتى إنه لما دعا رجلا إلى الإسلام قال له: من معك على هذا؟ قال: حر وعبد، ومعه يومئذ أبو بكر وبلال رضي الله عنهما. نعم.
من أعظم الفوائد أيضا إذا تأملت ما تقدم من هدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم للأصنام. متى هدم النبي صلى الله عليه وسلم الأصنام؟ لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعيش في مكة 13 عاما وهو رسول الله المبعوث بالتوحيد، ويروح ويجيء والأصنام في الكعبة ما كان يتعرض لها بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم. فهل كان قصده أن يقر المنكر؟ وهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة والأصنام ما زالت في الكعبة، وأراد أن يعتمر يعني عمرته، ويعني دخل عثمان وكان ما كان والأصنام في الكعبة، لم يهدمها إلا بعد نحو 20 عاما من بعثته صلى الله عليه وسلم، لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن يعني هذا المنكر سوف يزول ويتحقق المعروف المطلوب دون فتنة ولا إفساد. لكن لو أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم بعث أخذته الحماسة والحمية وقال هذا منكر يعني ظاهر لا يشك فيه، وكلما آمن أحد أو اهتدى أحد أرسله لكي يعني يحطم صنما خلسة ثم يعود، إذن لأعاده المشركون مرة أخرى، وكان هذا جهدا بلا طائل. فالتصرف بإنكار المنكرات ينبغي أن يكون في حينه الذي يحقق المصلحة ويدفع المفسدة. فإذا تحققت المصلحة في مقابل مفسدة أكبر منها فإن هذا يعني في ذاته منكر، لأن الشريعة جاءت بيعني ارتكاب أخف المفسدتين لدفع أعلاهما. ولا شك أن بقاء الأصنام مفسدة، لكن المفسدة الأكبر أن الناس يتعرضون إلى هذا فيقتلون ولا تقبل دعوتهم بعد ذلك، وقد لا يقوم للإسلام قائمة. فقضية أن يتأخر الناس عن بعض المنكرات لأجل يعني أن يكون لهم قوة ومنعة، ولأجل أن يتمكنوا من إزالتها على النحو المأمور به شرعا، والشريعة جاءت بإزالة المنكرات لا بزيادتها ويعني التدرج بها إلى ما هو يعني أضر وأخبث. وهذا هو الوجه الذي لأجله ما يعني هدمت الأصنام إلا بعد نحو 20 عاما من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لما تمكن النبي صلى الله عليه وسلم وصارت له شوكة وصارت له قوة، وعلم أنه بالإمكان الآن إزالة الأصنام بلا ضرر، لأن رؤوس الكفر قد دخلوا وهم الذين يهدمونها بأنفسهم، وقد جاء بهؤلاء إلى يعني الدين وإلى الإسلام وتمت المصالح كلها. هذا هو مقتضى الشريعة. كان لهم بيوت يعظمونها كتعظيم الكعبة، وكانوا كما قال الله تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. الشاهد أنهم كانوا من قبل يعني من قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لفي ضلال مبين. ولا شك أن من أعظم صور الضلال هو يعني انتهاك حرمة التوحيد بعبادة الأصنام على هذا النحو الذي يعني ذكر بعض أوصافه. ولما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله اشتد إنكار الناس له، علمائهم وعبادهم وملوكهم وعامتهم. وهل يتصور أن عالما يعني ينكر على النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا؟ هذا ليس عالما بالمعنى الصحيح، ليس عالما ربانيا، ولكن من نصب عالما. ومن الناس من ينصب على أنه عالم ويكون عالم دولة وليس عالم ملة. فرق بين عالم الدولة الذي ينظر في يعني ما يملى عليه، وبين أيضا عالم الأمة الذي ينظر ماذا يريد الناس. فعالم الدولة همه يعني إرضاء الحكام، وعالم الأمة همه إرضاء الناس حتى يعني يكون له فيهم وجاه. وأما عالم الملة فهمه إرضاء الشريعة، رضي الناس أو لم يرضوا، ورضي يعني الساسة أم لم يرضوا. فلا يتصور هذا من عالم ملة، وإنما هؤلاء يعني كانوا علماء أو من يشار إليهم بالعلم من أهل مكة الذين كانوا على الشرك وعلى الأصنام. ويوم يولى يعني الأمر إلى غير أهله فهذه مصيبة المصائب، أن ينسب العلم إلى من ليسوا من أهل العلم.
حتى أنه لما دعا رجل إلى الإسلام قال له من معك على هذا، وأنت تشتم من السؤال يعني مسألة المكاثرة، وأن الإنسان وأن الناس قد يعرفون الحق بالكثرة وهذا كثير في الناس. فلما قال له حر وعبد يعني كأنه يعني أي دين هذا الذي كله ثلاثة وثلاثة من الضعفاء ليسوا من المشاهير ولا أصحاب الوجاهات ونحو ذلك. ولهذا قال المصنف وهو يعني يحرص على هذه المعاني التي يريد منها إيقاظ يعني معاني الإيمان وأن يتربى الناس على القيم الصحيحة في قلوب يعني من يسمع، قال أعظم فائدة لك أيها الطالب وأكبر العلم وأجل المحصول إن فهمت ما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، وقوله لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو الخزة بالخزة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن، وقوله ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، فهذه المسألة أجل المسائل، فمن فهمها فهو الفقيه، ومن عمل بها فهو المسلم، فنسأل الله الكريم المنان أن يتفضل علينا وعليكم بفهمها والعمل بها. نعم، المقصود أنه من أعظم الفوائد التي يستفيدها الإنسان أن يعني يتعرف الحق بالحق نفسه وليس بالرجال، ليس يعرف الحق بكثرة العاملين به، وإنما يعرف الحق يعني تميزه عن الباطل ويعني بأمارات يعني وظهور يعني وجاهة هذا الحق لموافقته للفطر السليمة والعقول المستقيمة والشرع الذي جاء به الرب سبحانه وتعالى. ولهذا فالعادة أن الأمر يكون كذلك، أن أهل الحق في غربة كما في حديث الصحيح بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. غربة الإسلام الأولى كان فيها النبي صلى الله عليه وسلم وقد بعث وحده، ثم صار معه حر وعبد، ثم صار معه 3 نفر و5 و7 نزاعا من القبائل كما في بعض الروايات لما سئل من الغرباء يعني تنزع إليه من كل قبيلة، ينزع من كل قبيلة فرد أو فردان أو نحو ذلك، ومع هذا لم تضرهم هذه القلة، ومعهم وعد الله عز وجل أنه سيظهر دينه وسيعلي يعني شريعته، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. فأعظم فائدة يستفيدها الإنسان وهو يستحضر ويدرس تاريخ وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وينظر كيف كان غريبا وحده في زمان كله جاهلية جهلاء وضلالة عمياء، أن يعلم أنه يعني يتابع الحق ولا عليه بكثرة الناس، فقد أخبر الله تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وقال الله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ولهذا يعني سن بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في الصحيح لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القزة بالقزة، والقزة ريشة السهم في أصلها ريشة الصقر أو النسر يعني تنتزع منه وتوضع في السهم، ويضرب هذا يعني مثلا للشيئين يستويان ولا يتفاوتان، يعني يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس أو أن ناسا من المسلمين سيحرصون على متابعة يعني أو على تقليد الكافرين من اليهود والنصارى أو من فارس والروم تقليدا أعمى، تقليدا لا يكادون يخرمون منه شيئا حتى لو دخلوا جحر ضب، وجحر الضب يعني يضرب به المثل في ضيقه ورداءته، ما الذي يجعل الإنسان يحرص أن يدخل جحر ضب لكن يقول لو أنهم دخلوه لتابعتموه ودخلتموه ووراءهم. ولا شك أن هذا مسلك من لا يعني يوفق لطريق أهل السلام. ولهذا قائلا ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحد، يفترقون أيضا كما افترق أهل الكتابين، وعامة هذا من يعني أسباب الضلال، ولا ينجو هنالك إلا
من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحاب، وهي الفرقة الواحدة التي سئل عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وهم الجماعة الذين اجتمعوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المسألة أجل المسائل. لماذا؟ لأنها يعني عاصمة من الفتن، فتن الشبهات التي قد تشتبه على الإنسان إذا تابع الحق ووجد أكثر الناس يخالفونه، حينئذ يلزمه أن يثبت وأن يصبر كما صبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقال الفضيل رحمه الله: إلزم طريق الهدى ولا يضرك قلة السالكين، وإياك وطريق الضلالة ولا يغرك كثرة الهالكين. أما البيت المحرم فإن إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام لما بنياه صارت ولايته في إسماعيل وذريته، ثم غلبهم عليه أخوانهم من دره، ولم ينازعهم بنو إسماعيل لقرابتهم وإعظامهم للحرمة ألا يكون بها قتال. ثم إن درهما لغوا في مكة وظلموا من دخلها فرق أمرهم، فلما رأى ذلك بنو بكر بن عبد مناف بن كنانة وغبشان بن خزاعة أجمعوا على درهم فاقتتلوا، فغلبهم بنو بكر وغبشان ونفوهم من مكة. وكانت مكة في الجاهلية لا يقر فيها ظلم ولا يبغي فيها أحد إلا أخرجت، ولا يريدها ملك يستحل حرمتها إلا هلك. نعم. قال: أما البيت المحرم، عودة إلى يعني قصة البيت، فإن إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام لما بنياه صارت ولايته في إسماعيل وذريته، يعني كان إسماعيل هو المسؤول عن البيت، وكان يعني أبناء إسماعيل هم المسؤولون عن البيت، ولا شك أن هذا شرف. ثم غلبهم عليه أخوالهم من جرهم، معلوم أن إسماعيل تزوج امرأة من جرهم وتقدم قصتها، وأمره أبوه بتطليقها ثم تزوج منهم يعني أخرى، فكان أولاده يعني أو كانت جرهم أخوالا لأولاد إسماعيل، فغلبت جرهم بني إسماعيل على ولاية البيت فلم ينازعوهم تعظيما لحرمة البيت. ثم إن يعني الجراهمة بغوا في مكة، ومن صور بغيهم أنهم كانوا يأكلون مال الكعبة الذي يهدى إليهم، ومن صور بغيهم أنهم كانوا يظلمون من يأتي يعني من الحجيج من غير أهل مكة. وذكروا أيضا من صور بغيهم أن رجلا منهم مسمى إسافا، يعني فجر بامرأة تسمى نائلة، والله أعلم بهذا، وهذا يحكيه يعني ابن إسحاق ويتتابع عليه أهل السير، وأنهم يعني لما فعل هذا بالبيت أو هم أن يفعل مسخ وصار حجرين، فأخرجوهم عند الصفا والمروة حتى يعني يعتبر الناس بهذين يعني الحجرين. وتتابعت الأيام وظن الناس أن هذين الحجرين بدل أنهما للعبرة للقصة المشهورة جيء بهما ووضع داخل الكعبة وعبد مرة أخرى من دين الله من دون الله. وهذا يعني كثير أن العامة يستهويها بعض الأشياء وتنسى يعني التاريخ، فبتطاول الزمان يعني عبد إساف ونائلة. ومن أعظم ظلمهم أيضا أنهم عند خروجهم من مكة لما كثرت مظالمهم ويعني نفوا عن البيت، نفتهم خزاعة كما سيأتي، عمدوا إلى زمزم فدفنوها حتى يعني وطموها، فلم تزل مجهولة مدفونة بقية العصور، ولم تعد زمزم إلا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم في عهد جده عبد المطلب، أري يعني عدة رؤى فذهب وحفر في مكان وعادت زمزم مرة أخرى. كانوا قبل ذلك يحفرون في كل مكان بئرا يشربون منها، وبقيت زمزم بفعل الجراهمة يعني مطمومة مطموسة إلى أن حفرها مرة أخرى، وهذا كان يعني من أعظم شرف عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لما يعني بغت جرهم، وكان من عادة مكة أنهم لا يقرون البغي ولا الظلم يعني أهلها، فلما رأى ذلك بنو بكر بن عبد مناف وغبشان من خزاعة أجمعوا على جرهم فاقتتلوا وأجلوا جرهما من مكة، وبقي الأمر لخزاعة وغبشان. ثم إن غبشان من خزاعة وليت البيت دون بني بكر،
فقريش إذ ذاك حلول وصرم مملوكات متفرقون في قومهم من بني كنان. فوجد خزاعة البيت يتوارثون ذلك حتى كان آخرهم حلي بن حبشية فتزوج قصي بن كلاب ابنته. إذن كان يلي الكعبة بنو إسماعيل، وبعد بني إسماعيل يعني أخذت ذلك جرهم، وبعد جرهم أخذت ذلك خزاعة، وكانت غبشان من خزاعة وليت البيت دون بني بكر، مع أنهما تعاونا في إخراج الجراهم. أين كانت قريش حينئذ؟ قال وقريش إذ ذاك حلول وصرم، الحلول جمع حال، والصرم يعني جمع أصرام، أو جمع الصرم أصرام، يعني المقصود الطائفة من القوم ينزلون بإبلهم ناحية من الماء. فالمقصود أن قريشا في هذا الوقت كانوا بيوتات متفرقة، يعني ليس لهم دور في الكعبة، وكانت الدولة حينئذ لخزاعة يتوارثون ذلك. وقيل أنهم استمروا، يعني خزاعة، 3 قرون، وقيل 5 قرون، وذكرنا أنهم كانوا مشؤومين في ولايتهم، لأن منهم قصي، لأن منهم عمرو بن لحي الذي أول من سيب السوائب، وأول من جلب الأصنام إلى يعني بلاد العرب، وهذه القصة معروفة. وكان آخر يعني خزاعة حليل ابن حبشية، رجل تزوج قصي بن كلاب ابنته، وابنته تسمى حبة، وكما ذكر أهل السير. فلما عظم شرف قصي وكثر بنوه وماله سلك حليل، فرأى قصي أنه أولى بالكعبة وأمن مكة من خزاعة وبني بكر، وأن قريشا رؤوس آل إسماعيل وصريحهم. فكلم رجالا من قريش وكنانة في إخراج خزاعة وبني بكر من مكة فأجابوه. نعم، إذن أول يعني سلطان قريش على الكعبة، وأول شرف قريش لمكة كان على يد قصي. كانت الكعبة في بني إسماعيل، ثم في جرهم، ثم في خزاعة، ثم بمجيء يعني قصي بن كلاب وزواجه من ابنة آخر الخزاعيين، رأى لنفسه شرفا وأنه أولى بالبيت من يعني خزاعة، فكانت حروب بناء عليها يعني صارت الدولة لقصي، ودخلت قريش على خارطة يعني العناية بمكة والشرف. ولا شك أنهم كانوا أولى من ذلك، أو أولى الناس بذلك، لما سيأتي إن شاء الله. وكان الغوث بن مر بن قد بن طابقة بن إلياس بن مضر يلي الإجازة للناس بالحج من عرفة وولده من بعده، لأن أمه كانت رومية لا تلد، فنظرت لله إن ولدت رجلا أن تتصدق به على الكعبة يخدمها، فولدت خدمها على الكعبة أن تتصدق به على الكعبة يخدمها، فولدت الغوث فكان يقوم على الكعبة مع أخواله ينذرهم، فولي الإجازة بالناس لمكانه من الكعبة، فكان إذا رفع يقول لا هم إني تابع تباع إن كان اسم فعلى قضاعة. نعم، وهذا الغوث عودة إلى الخزاعيين، هذا كان من خزاعة، وكان يلي الإجازة للناس بالحج من عرفة، يعني لا يستطيع الناس أن يدفعوا من عرفة إلا إذا وقف هذا الرجل ويعني أذن لهم في ذلك. وأصل ذلك أن أمه كانت يعني لا يولد لها، فنظرت إن جاءها ولد أن تتصدق به بأن تجعله خادما للكعبة، فكان هذا الرجل يعني يخدم الكعبة على هذا النحو، وكان إذا دفع يعني لابد أن يتقدم الناس في الدفع من عرفة، يقول اللهم إني تابع تباع إن كان إثم فعلى قضاعة، وتابع تباع يعني أسيره، لأن
تقول تبعت القوم تبعا وتباعا، يعني إذا مشيت خلفهم أو مروا بك فمضيت معهم، يعني هو يقول إني ماض على شأني من تعظيم البيت على هذا النحو. إن كان إثم، إن وقع يعني خطأ فعلى قضاعة، وذكر قضاعة هنا لأنهم كانوا يستحلون الحرم بنحو النسيء المعروف، إنساء الأشهر الحرم إلى غيرها كإنساء المحرم إلى صفر ونحو ذلك. كان هذا يعني من أواخر ما رآه قصي من شأن خزاعة. وكانت صوفة تدفع بالناس من عرفة وتجيزهم إذا نفروا من منن، فإذا كان يوم النحر أتوا رمي الجمار، ورجل من صوفة يرمي لهم لا يرمون حتى يرمي لهم، فكان المتعجلون يأتونه يقولون ارمي حتى نرمي، فيقول لا والله حتى تميل الشمس، فإذا مالت الشمس رمى الناس معه، فإذا فرغوا من الرمي وأرادوا النفر من منن أخذت صوفة بالجانبين فلم يجز أحد حتى يمر، ثم يخلون سبيل الناس. فلما انقرضوا ورثهم بنو سعد بن زيد مناة من بني تميم. إذا كان يوم النحر ولا النفر الذي عندك النحر، الظاهر أنه نفر. نعم. على كل حال، صوفة يعني هذا اسم للغوث المذكور قريبا، سمي الغوث وولده صوفة، يعني هذا الغوث ابن مرة ابن أد ابن طابقة المذكور، هذا ابن الجرهمية الذي كان يعني يلي إجازة الناس من عرفة، كان وأولاده يسمون صوفة، وذكر في أسماء ذلك أنه يعني أمه كانت متعلقة به ووضعت برأسه صوفة لما ولد، وجعلته يعني أو ربطته بالكعب، ولهذا سمي صوفة. وقيل أنه يعني لما ربطته سقط واسترخى وضعف، فمرت به أمه فقالت يعني ما صار ابني إلا صوفة، وقيل غير ذلك. المهم أن تعرف أن صوفة أو صفوان كما سيأتي هذا يعني وصف للغوث بن مرة هذا وأولاده من بقايا خزاعة الذين كانوا قائمين على خدمة البيت. وكان صوفة أيضا يعني منهم كان رجل يدفع بالناس من عرفة ويجيزهم أيضا إذا نفروا من منى، فإذا كان يوم النفر، الظاهر أن هذا أصح، إذا كان يوم النفر أتوا لرمي الجمار فلا يتمكنوا من رمي الجمار إلا أن يتقدمهم رجل من صوفة، يعني من هؤلاء الخزاعيين. فلما انقرضوا يعني لما انقرض أبناء الغوث هذا ورثهم بنو سعد بن زيد مناء، وهم أيضا من نفس يعني خزاعة. نعم. وكانت الإفاضة من مزدلفة في عدوان يتوارثونها، حتى كان آخرهم كرب بن صفوان بن جناد الذي قام عليه الإسلام. فلما كان ذلك العام فعلت صوفة ما كانت تفعل، قد عرفت العرب ذلك لهم، هو دين لهم من عهد جرهم وولاية خزاعة. نعم. كانت أيضا الإفاضة، هذه المسائل مهمة حتى تعرف كيف استطاع قصي بن كلاب أن يبقى يعني على هذا الشرف عند يعني أهل مكة كلهم، ستعرف الآن. قلنا إن صوفة كان لهم يعني وظائف وظفوا فيها في الحرب، أيضا عدوان هؤلاء سكنوا الطائف وكثروا جدا في زمانهم، ثم دخلهم بغي بعضهم على بعض حتى أجلتهم ثقيف عن الطائف وصارت الطائف لثقيف دون عدوان. أيضا كان عدوان هؤلاء يتولون الإفاضة من مزدلف، إذن كان هناك قبائل كل قبيلة لها يعني وظيفة، ولما جاء قصي يعني استطاع أن يوحد هذا لنفسه كما سيأتيك. فأتاهم قصي بمن معه من قريش وقضاعة وكنانة عند العقبة، فقال نحن أولى بهذا منكم، فقاتلوه فاقتتل الناس قتالا شديدا، ثم انهزمت صوفته وغلبهم قصي على ما كان بأيديهم، وانحازت عند ذلك خزاعة وبنو بكر عن قصي، وعرفوا أنه سيمنعهم كما منع صوفته،
ويحول بينهم وبين الكعبة وأمر مكة. فلما انهادوا بادأهم وأجمع لحربهم، فالتقوا واقتتلوا قتالا شديدا، ثم تداعوا إلى الصلح، فحكموا يعمر ابن عوف أحد بني بكر، فقضى بينهم بأن قصيا أولى بالكعبة وأمر مكة من خزاعة، وكل دم أصابه قصي منه موضوع شطه تحت قدميه، وما أصابت خزاعة وبني بكر ففيه الدية، وأن يخلى بين قصي وبين الكعبة ومكة، فسمي يومئذ يعمر الشداقة. نعم، إذن الذي فعله قصي أنه أجلى الخزاعيين من يعني وظائفهم التي كانت على البيت، ورأى نفسه وقريشا أولى من خزاعة بذلك، وحصل يعني نزاع بينه وبينهم، فجاءوا برجل من مشاهيرهم من بني بكر يحكمونهم، فقضى لقصي عليهم، وعرف بالشداخ لأنه شدخ يعني الدماء، يعني أصل الشدخ الكسر، يقال شدخ رأسه، لكن المقصود أنه سمي يعمر الشداخ لأنه كما قال ابن هشام لما شدخ من الدماء ووضع منها، يعني استتب الأمر على هذا، وإلا لو بقي الناس على هذا لكانت دماء بينهم كثير. بحكمه رضي الطرفان وعاد الأمر إلى قصي، وصار كبير مكة وسيدها وملكها. فوليها قصي وجمع قومه من منازلهم إلى مكة، وتملك عليهم وملكوه، لأنه أقر بالعرب ما كانوا عليه، لأنه يراه دينا لا يغير، فأقر النساءة وآل صفوان وعدوان ومرة بن عوف على ما كانوا عليه. فأقر النساءة يعني الذين كانوا ينسؤون. فأقر النساءة وآل صفوان وعدوان ومرة بن عوف على ما كانوا عليه. وربما النساءة وربما كانت النساء يعني الذين ينسؤون. هي النساء. فتحسين. فأقر النساء وآل صفوان وعدوان ومرة بن عوف على ما كانوا عليه، حتى جاء الإسلام فهدم ذلك كله. وفيه يقول الشاعر: قصي لعمري كان يدعى مجمعا، به جمع الله القبائل من فهري. نعم، يبقى الذي فعله قصي ابن كلاب، وهو يعني أول القرشيين ظهورا، أنه أقر للعرب ما كانوا عليه، يعني جعل صفوان على وظيفتها، وجعل عدوان على وظيفتها، وجعل مرة بن كعب كذلك، واجتمع العرب عليه لهذا، والعرب يعجبهم الكرم والسخاء كما قال شاعرهم: وإن ظهرت عيوبك في البرايا وسرك أن يكون لها غطاء، تستر بالسخاء فكل عيب يغطيه، كما قيل السخاء. كانوا قوما أسخياء، كلما يعني أعطى المعطي كلما دانوا لهم، فأقرهم على وظائفهم، وبقي الأمر على هذا حتى جاء الإسلام. وفيه يقول الشاعر: قصي لعمري كان يدعى مجمعا، به جمع الله القبائل من فهري. وفهر هي قريش. فكان قصي بن لؤي أصاب ملكا أطاع له به قوم، فكانت إليه الحجابة والسقاية والرفادة والندوة واللواء، فقطع مكة رباعا بين قومه، فأنزل كل قوم منهم منازلهم. كذلك كما فعل بالعرب الذين جعل لهم يعني وظائفهم كما هي، فعل بقومه. كان قومه يعني متباعدين عن البيت، وكانوا أشتاتا وأوزاعا، فجاء بالقرشيين وقطع لهم يعني الرباع، يعني الديار، جعل لهم ديارا حول البيت، ولهذا اجتمعت له هذه الأمور الكبار المعروفة إلى الآن. كانت له الحجابة والسقاية والرفادة والندوة واللواء، معروفة إلى الآن يعني معناها، وإلا فقد زالت هذه الأشياء. مقصود بالحجابة أن تكون مفاتيح الكعبة بيده، فلا يدخلها أحد إلا بإذنه. المقصود بالسقاية يعني الشراب الذي كانوا يصنعونه لأهل مكة في الموسم، يعني يأتون بالماء، ولم تكن زمزم كما قلنا لأنها جاءت بزمان عبد المطلب، يحفرون آبارا وينتبذون الماء فيها حتى يكون حلوا، أو يخلطونه بعسل أو يعني لبن أو نحو ذلك، ويسقون به الحجيج. والرفادة المقصود بها الطعام الذي كانت قريش تصنعه لأهل الموسم، ويقولون هم أضياف الله. واللواء أيضا ما يعقد للحرب،
والندوة يعني دار الندوة التي يكون فيها الاجتماع للمشورة والقضايا الكبار، هذا كله كان بيد هذا الرجل يعني قصي الذي دانت له يعني مكة. وقيل إنهم هابوا قطع الشجر عن منازله فقطعها بيده وأعضانه فسمته قريش مجمعا لما جمع من أمرهم، وتيمنت بأمره فلا تنكح امرأة منهم ولا يتزوج رجل ولا يتشاورون فيما نزل بهم ولا يعقدون لواء حرب إلا في ذلك يعقده لهم بعض ولده، فكان أمره في حياة وبعد موته عندهم كالدين المتبع، واتخذ لنفسه دار الندوة. فلما كبر قصي ورق عظمه وكان عبد الدار مكره، وكان عبد مناف قد شرف في زمان أبيه وعبد العزى وعبد الدار، فقال يعني الظاهر أنه عبد فقط لأنه سيعطيها لعبد الدار، وهو كان عنده 4 أولاد عبد مناف وعبد العزة وعبد الدار وعبد، فهذه دار مقحمة الدار الأخيرة. فلما كبر قصي ورق عظمه وكان عبد الدار بكره، وكان عبد مناف قد شرف في زمان أبي وعبد العزة وعبد، فقال قصي لعبد الدار لو التقنك بالقلب وإن شرفوا عليك لا يدخل أحد منهم الكعبة حتى تكون أنت تفتحها له، ولا يعقد لقريش لواء لحربها إلا أنت، ولا يشرب رجل بمكة إلا من سقايتك، ولا يأكل أحد من أهل الموسم طعاما إلا من طعامك، ولا تقطع قريش أمرا من أمورها إلا في ذلك. فأعطاه دار الندوة والحجابة واللواء والسقاية والرفادة، وهي خرج تخرجه قريش في الموسم من أموالها إلى قصي، فيصنع به طعاما للحاج يأكله من لم يكن له سعة ولا زاد، لأن قصيا فرضه على قريش فقال لهم إنكم ديران الله وأهل بيته، وإن الحاج ضيف الله وهم أحق الضيف بالكرامة، فجعلوا لهم طعاما وشرابا أيام الحج حتى يصروا عنكم ففعلوا. نعم. إذن اجتمع الناس على قصي واستتب له الأمر ولم يكن أحد يخالفه، وكان أصل ذلك سخاؤه وإقراره لأصحاب الشرف على شرفهم وإحسانه إلى قومه وتجميعهم حول البيت. ثم إنه لما كبر كان عنده هؤلاء الأولاد 4، والثلاثة شرفوا على الكبير الذي هو عبد الدار، فأراد أن يكرم ولده البكر فجمع له هذه 5 الحجابة والسقاية والرفادة واللواء والندوة، مع أنهم صاروا أشرف منه أكثر أموالا وأولادا ووجاهة، فأراد أن يجبر هذا النقص فجمع له ذلك، وما كانوا يردونه في يعني كلامه. وكان قصي لا يخالف ولا يرد عليه شيء صنعه، فلما هلك أقام بنوه أمره لا نزاع بينهم. ثم إن بني عبد مناف أرادوا أخذ ما بيد عبد الدار ورأوا أنهم أولى بذلك، فتفرقت قريش بعضهم معهم وبعضهم مع عبد الدار، فكان صاحب أمر عبد مناف عبد شمس لأنه أسنهم، وصاحب أمر بني عبد الدار عامر بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار، فعقد كل قوم حلفا مؤكدا، فأخرجوا بنو عبد مناف دفنة مملوءة طيبا، فغمسوا أيديهم فيها ومسحوا بها الكعبة فسموا المطيبين، وتعاقد بنو عبد الدار وحلفاؤهم فسموا الأحلاف، ثم تدعوا إلى الصلح على أن لعبد مناف السقاية والرفادة وأن الحجابة واللواء والندوة لبني عبد الدار فرضوا، وثبت كل قوم مع من حاله حتى جاء الله بالإسلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كل حلف في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة. نعم. إذن كان الأمر مستتبا لقصي، لكن بعد موته جمع أو قبل موته جمع هذا لولده الكبير البكر عبد الدار، فأقرت ذلك بنو، وبعد موته تنازع الأولاد وتنازع بنو عبد مناف مع بني عبد الدار، وكاد أن يكون بينهم قتال، هؤلاء جمعوا حلفا المطيبين وهؤلاء جمعوا حلفا الأحلاف،
وتداعوا بعد هذا لما رأوا أن القضية ستتسع، تداعوا إلى الصلح واقتسموا هذه المناصب الخمسة. فكان لعبد مناف يعني السقاية والرفادة يعني الطعام والشراب، وكان يعني لبني عبد الدار الحجابة واللواء والندوة. ولو تأملت لوجدت أن السقاية والرفادة يعني أشبه بوزارات الخارجية، الاحتكاك مع العالم الخارجي، والحجابة واللواء والندوة أشبه يعني وزارة الداخلية. ولو تأملت أيضا لوجدت أن هذا الذي كان لبني عبد مناف لأنه سيكون بيد هاشم، وهاشم هذا هو أبو عبد المطلب، وعبد المطلب هو جد النبي صلى الله عليه وسلم، وكأن هذا أشياء تجري لا تجري هكذا، وإنما باختيارات ليكون الشرف على العالم كله في الشق الذي سيأتي منه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا ولي يعني هاشم ابن عبد مناف السقاية والرفادة، وليها بعده أخوه المطلب، ثم ابن أخيه عبد المطلب الذي هو جد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم وليها بعده أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تركها لمكان فقره للعباس، ثم إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنه، ثم إلى علي بن عبد الله ابن عباس، ثم ورثها عنه ثلاثة من أبنائه على نسق، ثم أخذها المنصور في الدولة العباسية وأعطاها لمولا له، ثم مضت هذه الأشياء. أنا أستطرد هذا الاستطراد عشان صاحبنا الذي يمشي في الشوارع قضية الرفادة والقضية من أيام العباسيين، وهي يعني ليست فقط في آل سعود كما هو يصور، من أيام العباسيين والقرون هذه الطويلة، ولم يعد هذا في أيدي يعني أصحاب الحق كما يقول الرجل. والمنكرات كثيرة، يعني ما بقي إلا هذا الأمر واسع على كل حال، وهناك ما هو أهم يعني دعوة الناس إليه. المهم أن هؤلاء يعني قريش الذين منهم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان بعض الاستطرادات هذه قد تكون يعني فيها بعض الثقل، يوشك إن شاء الله تعالى أن ندخل إلى يعني بداية سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم، لكن هذه المقدمات مهمة حتى تعرف يعني بعض خصائص العرب الإيجابية وبعض خصائصهم السلبية، وحتى تعرف يعني كيف أن الإسلام سيأتي ويقوم باستغلال المعاني الإيجابية الموجودة فيهم، ويقوم بعلاج الآثار السلبية التي يعني كانت فيهم. وهذا إن شاء الله تعالى يأتي في حينه، والحمد لله رب العالمين. يقول: الركعتان قبل الخروج من المنزل وبعد العودة خاصة بكل خروج للسفر فقط أم في كل خروج مثل الذهاب إلى العمل والصلاة ونحو ذلك؟ الظاهر أنها عامة في كل خروج، ولا يلزم. أنت بس أشكل عليك السفر على طريقة القوم الذين كانوا يتمسحون في الأصنام عند السفر والعودة، لكن حديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقول: تمنعانك من مخرج السوق وتمنعانك من مدخل السوق، كل مخرج ومدخل. ولهذا قد يسأل البعض: طب أوقات الكراهة يا سيدي؟ أنت اشتغل في أوقات غير الكراهة أولا، ثم بعد هذا اسأل عن أوقات الكراهة، سنجيبك بأن هذا مما له سبب والأمر في سعة حتى لو في أوقات يعني الكراهة إن شاء الله. ما رأي الدين في من يقولون الوحدة الوطنية وهذه الشعارات من الدين لله والوطن للجميع؟ نعم، القضية مش قضية الوحدة الوطنية. طبعا الدين لله والوطن للجميع كلام غلط، يعني هذا كلام غير صحيح. هذا يقول العلمانيون لكي يميعوا قضية الدين، يعني الوطن هو الأهم والدين هذا خاص يعني بالمسجد ونحو ذلك. الله في الجامع كما يقولون، يعني ما في الله خارج الجامع. لاحظ أمثلة تجي على ألسنة الناس وهي كفر والعياذ بالله. لكن ليس معنى هذا إن إذا قلنا أن هذا الكلام غلط، قضية الدين لله والوطن للجميع غلط، ليس معنى هذا أن لا تراعى ذمة أهل الذمة. فأهل الذمة بل حتى المستأمنون ممن ليس لهم ذمة لكن أدخلهم الحاكم كالذين يدخلون يعني من الكفار ونحو ذلك، هؤلاء غير المحاربين. المستأمن له حق ولا يصح الاعتداء عليه، وأهل الذمة لهم حق أولى لأنهم أهل ذمتنا ونحن نحارب عنهم وندفع عنهم، ولهم من الحقوق ما لا يجدونها حتى في يعني ملتهم ولا مع بني جلدتهم. لكن الإشكال أنهم قد يعني يخفرون ذمتهم بأيديهم، هذا الذي لعلك تريده. لو حصل هذا
مرد هذا إلى الحاكم وليس إلى أفراد الناس. لو أخطأ أهل الذمة فتجاوزوا حدودهم ولا شك إن هذا حاصل، فإن علاج هذا ينبغي أن يكون بيد الحاكم حتى لا تصير يعني فوضى. ومعنى الوحدة الوطنية إن كان يقصد بها أننا يعني إخوة وأننا يعني تميع قضايا الولاء والبراء ونحو ذلك، هذا كلام غلط. وإن كان يعني يقصد التعايش يعني بين الفريقين في بلدة واحدة كما قدر الله سبحانه وتعالى على النظام الذي وضعه الله تعالى لرسوله، لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين، واستغلال يعني هذه السماحة التي عرفناها من ديننا في الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة وحسن الطريق، فهذا أنفع لنا ولهم، أنفع لنا لأننا سنأخذ الفرصة في دعوتنا، وأنفع لهم فإنهم سيهتدون إن شاء الله تعالى. لكن لا يصح أبدا بعض المهاترات التي تحدث من الفريقين بنوع عصبية أو يعني عواطف غير منضبطة، وتصبح القضية قضية أهل وزماء وزمالك. القضية ليست هكذا، وإنما القضية تحتاج إلى ضوابط شرعية، حتى لو حصل تجاوز من يعني أهل الذمة فإن ليس لكل أحد أن يقوم بعلاج هذا التجاوز، وإنما يترك هذا لأهل الحل والعقد. والأصل هنا عند الحكام، إذا قصر الحكام فإن العلماء بالوسائل المشروعة ينبهونهم بطريقة يعني حكيمة وفي سر، ولا يلزم أن يكون بل لا ينبغي أن يكون على المنابر حتى لا يؤدي هذا إلى إثارة العامة، لأن العامة إذا استثيروا يعني خرجوا عن الفعل السليم. ولا يتصور بعض الناس أو لا يصح أن نترك المجال لبعض الصغار ممن يعني يهيجون العواطف ويسمون ما يسمعونه الآن نوع من الخنوع ونوع من الخضوع ونوع من الضعف ونوع من محاولة استرضاء الحكام ونحو ذلك. ليست القضية هكذا، وإنما القضية قضية دين، ويعني يرجع فيه إلى أهل الحل والعقد. ولا يصح أبدا رد هذه النزاعات وهذه المسائل قضايا السياسة الشرعية، قضايا السياسة الشرعية لا يرجع فيها أبدا إلى أفراد الناس ولا إلى طلاب العلم ولا حتى أي العلماء اللي هم مجرد علماء، وإنما يرجع في القضايا قضايا السياسة الشرعية إلى العلماء الراسخين المجتهدين الذين يعني يحسنون النظر في مآلات الأمور، والذين يعني يحفظ الله عز وجل بهم على الناس يعني أمنهم واستقرارهم. ولا شك أن استتباب الأمن يعني من أعظم ما أراده الله عز وجل، ولهذا كما قلنا يعني لم يكسر النبي صلى الله عليه وسلم الأصنام إلا بعد أن تمكن، وقبل النبي صلى الله عليه وسلم بعض التنازلات في ظاهرها في صلح الحديبية لأجل يعني الأمن. ولما أمن المسلمون في سنتين من صلح الحديبية فتح لهم ما لم يفتح على مدار يعني سنوات الإسلام في حياة الناس كلها، ولهذا سماه الله تعالى فتحا. فالذين يريدون أن يعني يخرجوا الأمر عن الانضباط وتصبح المسألة أن رجل قتل رجلا ورجلا يعني رد على قتله بقتل، لا شك أن هؤلاء جهال ولا يحسنون الفهم الأمور، سواء كانوا من يعني المسلمين الذين عندهم حماسة أو كانوا يعني من غير المسلمين. حكم إقامة سرادق العزاء في حالة وفاة بعض الناس. لا، أما السرادقات الاجتماع للعزاء لا شك أنه من البدع، لأن هذا يهيج الأحزان وفيه يعني مشقة على أهل الميت، وفيه مشقة أيضا على المتكلفين من المعزين. وإنما يكون العزاء كيفما اتفق، تصلي معه، تذهب له إلى بيته لا بأس إذ لم تستطع أو كنت جائيا من يعني بلاد أخرى، لكن لإقامة السرادقات وقلب الكراسي والأنوار وهذه الأشياء لا شك أنه من البدع المذمومة، ولو فعل فإنه لا يصح الذهاب إلى هذه الأماكن. وبعض من لا يحسن أيضا يقول أنا أذهب وأعظهم، هذا المشيخ يقرأ القرآن أو من أخطب فيه، ماذا فعلت؟ أحدثت بدعة جديدة إلى البدع القديم. ولهذا المشكلة دائما ما في أحد يعني يخترع من عنده ومن عقله إلا ويرجع إلى يعني أهل العلم.
لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا رجل جاهل، ولولا أن هذا الكلام يعني يتوارد في الأذهان لما ذكرت السؤال، لأنه لا يصح يعني ذكر هذا السؤال، لكنه قد تراه من نفسك كثيرا. هذا الجاهل قرأ لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. قال جعلت أفكر في الآية حتى قلت من خلق الله أصلا. لا شك أن هذا كفر والعياذ بالله، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الشيطان ما يزال بأحدنا حتى يعني يقول له هذا، هذا الله قد خلق الخلق فمن خلق الله. فإذا وجدت هذا فقل آمنت بالله، وليس كل شبهة يلقيها عليك الشيطان يعني تسترسل معه. الله سبحانه وتعالى أجل وأعظم من أن يكون مخلوقا، هو الخالق سبحانه وتعالى، والخالق ليس بمخلوق، وإنما هذا نوع من يعني استهواء الشياطين، والإنسان لا يفكر في هذا، وإنما يفكر في أن الله تعالى هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر المربي لجميع الخلائق بأصناف النعم، الذي ليس كمثله شيء، هو السميع البصير. ولهذا يعني يفكر العبد في آلاء الله ونعمه، ولا يفكر في ذاته، لأن ذات الله سبحانه وتعالى أعظم وأجل، وإنما نحن نثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه من التعظيم ويعني الإجلال، وننصرف عن وساوس الشياطين من مثل هذا الوسواس الخناس. تأجير إحدى قاعات الأفراح لعمل الأفراح الإسلامية على أن تكون بلا معازف وبلا اختلاط، لكن لتيسير تجمع العائلة إذا كان كما تقول. فيبقى إشكال أن هذه الأماكن أماكن منكرات وأماكن يعني معصية، والإنسان هذه الأماكن من الصعب ضبطها. هذا كلام يبقى نظريا، لأن هؤلاء لا ليست عندهم عورات ولا يتحاشون من هذا، فمهما حاولت أن يعني تتحرز فإنه يخشى يعني أن تقع في الإشكال. ثم حينئذ لابد أن يكون قاعتان، قاعة للرجال وقاعة للنساء، وأكثر هذه الأماكن ليست كذلك. لكن الجواب النظري، إذا كان المكان فيه قاعتان، قاعة مستقلة للنساء وقاعة مستقلة للرجال، ومن الممكن ضبط هؤلاء وعدم الاختلاط بينهم وعدم يعني ارتفاع أصوات النساء عند الرجال ونحو ذلك، ومن غير الاتيان بأنواع المعازف ولا حتى الدي جي اللي بيسموه، اللي هو يعني قريب جدا من الـ من الـ من الـ إذا كان كل هذا مراعا فالأمر قد يتسع من حيث الفتوى، لكن من حيث النصيحة يعني ينبغي البحث عن أشياء يعني أخف من هذا. قضية الفرح مطلوبة، لكن ليس بالغلو. بعض الناس يريد أن يفرح ويريد أن يعطل الشوارع ويعطل حياة الناس ويغلق يعني المحال والناس كلها تأخذ إجازة عشان خاطر حضرته. طب ما كل واحد هيتجوز، يعني المسألة مش، وهو الفرح لا يكون بهذا. الفرح أن يعني تستشعر الأنس بأهلك، وأن هذا يعني يوم له ما بعده، ولا داعي للتقليد الفاسقين والفاجرين. كيف يتم محاربة فتنة النساء؟ بأن تصدق، لو كنت صادقا في محبتك لربك لعرفت كيف يعني تعالج نفسك في هذه الفتنة. وعامة هذه الفتنة تأتي بسبب الفراغ، إنسان فارغ تافه ليس عنده هدف في حياته وليس عنده وظائف وظف نفسه عليها، فهو ماشي ينظر في النساء، جالس في بيته يفكر في النساء، إذا أراد أن ينام يفكر في النساء. والنساء في الحقيقة ما يحتاجون يعني هذا، المرأة يعني تفاحة إذا أكلت خلاص، زي كالذي جائع إذا أكل خلاص. لو وضع لك خروف على أن ينام معك هذا الخروف في الغرفة، لا 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 لصرخت من الناس، تقول زهمه يعني وزخمه يؤذيني جدا، أنا يعني أحضنه لمدة 5 دقائق، أكل منه كتفا وأكل منه، ثم بعد هذا شيلوه من الغرفة، ولا هتفضل يعني تأكل منه حتى تموت. إذن هذه حاجات، الطعام والشراب ويعني كذلك الشهوة حاجات للجسم، يأخذ منها الإنسان بقدره لا يسترسل معه حتى يجعلها يعني هي كل شيء. لكن الإنسان إذا كان يعني محروما من نعمة معينة فهو ينظر لها على أنها كل شيء، ولهذا يأخذ العلاجات الشرعية، يسعى في يعني الزواج، وإن كان يصعب عليه الآن صغر سنه أو نحو ذلك يمني نفسه بأن هذا قادم إن شاء الله، ومثل يعني بقي شيء قليل وقد مر كثير، والإنسان عليه أن يصبر
يستحضر المثال الذي نضربه في هذا الباب، إن الإنسان إذا كان صائما في رمضان وبقي صائما إلى ما بعد العصر واشتد جوعه، فإن كان عاقلا يفطر بعد العصر، بعد العصر بساعة كمان، وهو بقيله على المغرب ساعة واحدة، ولا أحسن يواصل الصبر حتى يكون له الفرحة. للصائم فرحتان، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصوم. طيب لو أنه يعني تحامق وقال أبدا ما أصبر، وجاء في رمضان الساعة 4 وراح أفطر، والمغرب كان على الساعة 5، طيب لما يفطر الساعة 4 هيلاقي أكله يعني يستاهل، ولا الوالدة لسه بتطبخ، يبقى هياكل إيه؟ يبقى أفطر على بصلة. على كل حال ما كانت مستاهلة كل ثم إنه بعد الساعة ما تخلص ويبدأ الناس يعني يشمرون، وهذا التشمير لا للطعام لكن التشمير للشيطان، شوف أنا غلبتك والآن مش هاكل إلا بعد المغرب، هو يجلس يعني تحت الكرسي ويشعر بأنه ما في قيمة ولا لذة للطعام ولا للشر. لماذا؟ ضيع صفقته وكان محتاج يعني محتاجا إلى صبر ساعة، لم يصبر هذه الساعة، في حين يعني وفاز بالطيبات الفارس اللهج. نفس القضية اللي بتعملها كل رمضان هي في شهوة النساء. الآن بقي لك كم سنة وتتزوج؟ عندك كم سنة الآن؟ 15 سنة؟ 17 سنة؟ لو عندك 13 سنة قول إن شاء الله سنتين وهنحاول نتجوز، ماشي، وما توصل للسنتين ربنا يسهل إن شاء الله كمان سنة، ولما تعدي السنة تمشي إن شاء الله. علل النفس، إنما أقف محل الكباب وشم يزيك جدا، يزيك. لا أنت أكلت وشبعت، ولا أنت يعني كنت عاقلا، وكنت إذا أرسلت طرفك رائدا لقلبك يوما أتعبتك المناظر. رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر. رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر، تضرب رأسك في الحيط وما أحد يعني يحس بك، لكن ألا بذكر الله تطمئن القلوب. سجدة تحل الإشكال، إذا كان يعني السخانة بلغت آخرها أطفئها بالوضوء ثم أسجد واقترب واشتكي لربك، قل يا رب أنا في غاية الألم والتعب وقد أتعبني هذا الأمر، وأين أذهب وأين أفر؟ لا تزال يعني تملقك لربك حتى يمتلئ قلبك إيمانا ويقول لك ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع كمان. لا. حكم الدم الذي ينزل من المرأة بعد الولادة القيصرية، وهل يأخذ نفس حكم الولادة الطبيعية؟ نعم، هذا من النفاس، لأنه بعد الولادة القيصرية أيضا ينزل من نفس المخرج، ده من النفاس. بجواري مسجد ممكن أصلي فيه وأنا في منزلي كأني في جماعة؟ يعني المسجد قريب جدا، الواحد يبقى في غرفة النوم كده ويتابع مع ال... نعم جميل والله. وفي ناس بتفكر أحسن من كده، يقول لك بجواري راديو، ممكن أفتح الراديو بتاع مكة وأصلي وأحط التلفزيون قدامي وأبقى أنا ورا الإمام، كل هذا ممكن طبعا، لكن الجنون فنون، كيف يمكن هذا؟ هذا ما يصلح طبعا. الحمد لله أنه بيستفتي، يعني ما مشى وراء دماغ، وإلا فنعرف رجلا بقي سنوات يصلي هكذا خلف الراديو سنوات. والعجيب أنه قيل لو هذا غلط قال أبدا مش غلط أنا، وصار يفتي نفسه. نعم، حتى لو كان من النساء أنا أقول هذا رجل فعل هذا وهذا، لأن النساء لا يجوز، المرأة ما كلفت بهذا، تصلي في بيتها، وأما الصلاة عند خلف مسجد تحت البيت أو نحو ذلك لا يجوز. سنة العصر 4 ركعات متصلات بتشهدين أم متصلات بتشهد واحد؟ الأولى أن تصلى ركعتين بتشهدين، ولو صليت 4 بتشهد واحد فهذا يعني طيب، ولو صليت 4 بتشهدين فهذا أيضا سائغ، لكن على هذا الترتيب. كتاب
يعني دلني على كتاب فيه سلوك النبي صلى الله عليه وسلم وموقفه مع أصحابه وفي بيته. كتب السيرة كلها يعني عنيت بهذا، وكتب الشمائل شمائل النبي صلى الله عليه وسلم. القضية ليست في كتاب، القضية في أنا أزعم أن ما أعرفه وتعرفه يعني يكفي في، لكن نحن نفرق بين المعرفة وبين التطبيق. لو قرأت القرآن يكفي، كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم. بلغت رئيسي في العمل بأن فلان يفعل كذا وكذا، وعندما سألني الشخص قلت لست أنا وحلفت بالله وعلى المصحف وعلي الطلاق. كان الأمر أوسع من هذا، يعني أنت قلت أن فلان يفعل، كنت فعلت هذا وشاية فأنت آثم، وإن كنت فعلت هذا لمصلحة العمل أن فلان يفعل شيء يخالف العمل فأنت مأجور إن شاء الله، وهذا صحيح، رأيت منكرا فأخبرت يعني الجهات المسؤولة. لكن أنت كنت في حل، إذا قال لك يعني أنت الذي فعلت، لماذا يكاد مريب يقول خذوني، أنت تقول تعرض، وفي التعريض يعني مندوحة عن الكذب، ولا يلزمك بأنك تحلف ولا شيء من هذا. يعني يمكن أن تقول له من قال لك أنني فعلت، ومن قال لك أنني، وهل تستطيع أن تثبت هذا، وأنا لا أقبل منك أن تتهمني، ويا أخي اتق الله كيف تقول هذا دون أن قالك احلف، تحلف على حتى لا تفسد، يعني على شيء آخر تقول والله ما كان ذلك مثلا، وأن تقصد ما كان ذلك يعني تنوي شيئا آخر. أما الحلف بالطلاق فهذا لا يجوز أصلا، وهذا يعني فعل من يعني لا يتقي الله عز وجل. الطلاق شيء، وكان حلفا يحلف بالله، بعيد عن الطلاق ونحو ذلك. تقبيل المصحف إذا وقع مني على الأرض لا بأس، كان بعض السلف يفعل هذا. الصلاة على سجادة فيها صورة الكعبة، في الأصل أن تكون الصلاة ليس فيها شيء يشوش على النظر ويصرف الخشوع ولو كان صورة الكعبة، لكن لو حصل الصلاة صحيحة. من الذي يؤرخ لواقعنا المعاصر؟ أنت إن شاء الله إذا حرصت على يعني سد هذه الثغرة، لا شك أن هذا مطلوب. فما رأيك أن تحرص أنت على طلب العلم والتخصص في باب التاريخ وقراءة كتب التاريخ، ويعني السعي في سد هذه الثغرة عن هذه الأمة، بدل ما يكون واحد فينا يقول من الذي يفعل كذا وكذا وكذا ومن الذي يفعل كذا، وأنت أين أنت؟ أنا أقترح عليك أن تكون أنت إن شاء الله، وإلا فلا شك أن هناك أقواما يعنون بهذا، أبشر إن شاء الله. رغم الجحود والإصرار على الذنب يفكر في عمل يلازمه رغم عزمه على التوبة. يعني كأنه يقصد يعني هل نبقى على الأمل في مغفرة الله؟ طبعا تبقى على الأمل في مغفرة الله، والله سبحانه وتعالى لا يتعظمه ذنب إذا كان الإنسان صادقا وحريصا مهما كان ضعفه، والله سبحانه وتعالى هو قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. بعض الناس بيسأل على مسألة أنه سمع في بعض الإذاعات من يقول قراءة سورة الإخلاص 11 مرة عند المقبرة يغفر له بعدد ما فيها، هذا حديث ضعيف و يعني لا ينبغي العمل به. لو كان هذا يفعله النبي صلى الله عليه وسلم لنقل إلينا، ولا فعله الصحابة من بعد. تعزيت النصارى في هذا الحادث، هل يجوز مواساتهم بالقول أو الفعل؟ أما تعزيت النصارى في هذا الحادث بأن يقال البقاء لله ونحو ذلك، ف يعني هذا كلام عام لا بأس، إن كان لك جار نصراني ورأيت تأذيه من مثل ذلك، أو كان يعني قريبه قد مات في هذا الحادث وكان لك تريد أن تتألفه لما بينه من حق، لما له من حق جيرة أو نحو ذلك، يعني سوف لن تقول له إلى رحمة الله مثلا، ولا تقول له رحمة الله عليه وربنا تقبله في الصالحين ويرفع درجاته في عليين واجعله من أهل الفردوس الأعلى، ما يصلح هذا الكلام، وإنما آخرك تقول البقاء لله. بيع الأسطوانات التي فيها دروس المشايخ والكتب المشروحة يدخل في باب النهي عن البيع والشراء في المسجد؟
هذا ليس بيعا وشراء، وإنما هذا تعاون على البر والتقوى، وتؤخذ الأشياء بسعرها. الذي يعطيك هو وكيل، يعني وكيل عنك في التسجيل لك، وليس هذا مشروعا تجاريا لا للذي يعطيك ولا للمسجد، وهذا ظهر. حكم النقاب، فإني سمعت بعض المشايخ أنه مختلف فيه. المساحة المختلف فيها هل هو واجب أو هو فضيلة؟ لكن المساحة غير المختلف فيها أنه الأفضل والأحسن والأكمل، وكان فعل أمهات المؤمنين بالإجماع، بل كان واجبا عليه. فإذا كان الكلام على هذا النحو فنعم لا بأس النقاب، يعني إن لم يكن هو الواجب فهو الأفضل، وهو المتابعة لأمهات المؤمنين وفيهم الأسوة والقدوة للنساء. أما إذا كان الكلام يقال أن النقاب غير مشروع، وأنه عادة يعني جاهلية، وأنه تخبئ وراءه المرأة الكبت الذي عندها، والجهل والتخلف ونحو ذلك، فهذا إنسان ممتلئ قلبه بالحقد على الدين، ويحاول هو بيطلع الكبت اللي عنده والحقد اللي عنده، وتسمع هذا المنتقبة وتسخر وتضحك، ما تتأثر بمثل هذا الكلام. فلو خرج كاتب كتب عمود ولا حتى كتب صفحة كاملة وجعل يعني يثور ويخور ويخبط رأسه في الحيط، فهذا لا يعنينا في الحقيقة، لأن هذا لن يغير يعني من الأمر شيئا، لا يضير السحابة نبح الكلاب. وينبحون من كم قرن الكلاب تنبح؟ كم قرن؟ وستبقى تنبح، والدين هو الدين، والسنة هي السنة، والنقاب هو النقاب، واللحية هي اللحية، والحق هو الحق، والباطل هو الباطل، ولا يعني يزداد يعني هذا الدين إلا ثباتا مع كثرة الذين يعني يطعنون فيه. مخطوبة وتريد أن ترتدي النقاب وخطيبها موافق، لكن أباه يرفض ويقول لو ارتدت خطيبتك النقاب لا تدخل بيتي، وابحث عن مكان آخر وتزوج فيه، فماذا تصنع؟ تترك خطيبها أم لا؟ كل إنسان عليه دور. هي تقول له أنا أبدا هذا سأفعله، سأفعل مدام أرى أن هذا حق، وهو أيضا مع أبي يقول له والله هذا يعني حق، والله سبحانه وتعالى كلامه مقدم وأنت على العين والرأس، لكن هذه المساحة ما يصح أن أنت ثم ما من غير كلام كثير تذهب مرة تنتقب وتروح تزور يعني هذا الرجل بعد العقد طبعا مرة واثنين، خلاص الرجل نفسه سيرجع وكم مثله رجع، لأن لا يقف على أرضية هي مسألة تهديد، وهذا التهديد إذا لم يأتي بفائدة فإنه إن شاء الله يعني لعل هذا الرجل سيلتحي، ولعل امرأته ستنتقب هي أيضا إن شاء الله. لكن إذا انتقبت هذه الأولى، وإلا إذا هي خلعت النقاب فإن كيف للآخرين أن يعني هو دائما الطريق هكذا، الإنسان يبدأ ويفعل يعني الصواب ثم الناس يأتون بعده، لكن إذا تخليت أنت فأنت ضررت لا شك، أضررت بنفسك وأضررت بمن بعدك. أسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يسترنا وإياكم في الدنيا والآخرة، ومعذرة لبقية الأسئلة لأجل الوقت. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا. جواب أخينا الذي سأل عن مسألة كان على ثوب النجاسة وقد ذكرنا تفصيلا أنه إذا أمكن أن يزيل الثوب الخارجي ويبقى الثوب الداخلي فهذا الواجب، أما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ما أخبره جبريل أن بنعله أذن يعني نجاسة، فخلع نعله وأتم الصلاة، وما مضى من الصلاة وهو لا يعلم فصلاته صحيحة. فإذا عجز عن هذا فإنه يعني عجز عن أن يخلع النعل أو الثوب أو نحو ذلك، وهذا يتصور في النعل لا يكون عليه إلا ثوب واحد فإنه يعني يريد الصلاة يخرج من الصلاة لأنه عليه نجاسة. لكن أنا لا أريد أن بعض الإخوان يكون عندهم بعض الوسواس، تكون المسألة ظنية وليست يقينية، فرق بين أن يتيقن أن هناك نجاسة وبين أن يقول ربما جاء نجاسة، هذا كثيرا ما يفعله أهل الوسواس فيمضي في الصلاة ولا يلتزم. مسألة أخرى بالنسبة لأحداث بعض الإخوان يسأل يقول سأل قبل الصلاة وبعد الدرس أن هناك وقفة يوم الخميس يعني بين المسلمين والنصارى لاستنكار هذا الوقت، هل يصح الوقوف في هذه الوقفات؟ وذكرنا في بداية الدرس في أول الدرس بعد المغرب الموقف من هذه الأشياء، وأن هذا من الأخطاء التي يقع فيها الصغار حين يتصدرون إلى
هذه المسائل المتعلقة بالسياسة الشرعية، والتي لا ينبغي أن يتصرف فيها إلا المسؤولون من العلماء، وليس كل العلماء وإنما العلماء الكبار أهل الحل والعقل، ويعني الحكام ونحن جل. وأن هذا الذي حدث لا شك أنه خطأ، ويعني لا يكرر إنسان يعني خاف على أمته. والكلام تقدم ولا يعيده، لكن فقط الإضافة هنا، هل هذا يعني مسلك صحيح؟ يخرج الناس مثلا في المظاهرات النصارى مع المسلمين؟ لا لا، هذا قد يزيد المسألة إثارة، لكن الحل الصحيح أن الإنسان يدعو الله سبحانه وتعالى أن يجنب البلاد هذه الفتنة، وأن لا يعين على أي باب من أبواب الإثارة، وأن لا يعاون نفسه أن يفتي في قضايا يعني ليس من شأنه، وأن يعلم أن هذه المسائل يعني ضحك مذلة وعدم استبداد الأمن في بلاد المسلمين مفسدة عظيمة، أننا أمة مرصودة من أعدائنا، نريد الأعداء أن تكون هذه البلاد كغيرها من البلاد التي يعني عدم فيها الأمن والاستقرار، وبالتالي ترتب على هذا المفاسد في الدين والدنيا. فنسأل الله تعالى أن يجنب بلادنا هذا. والدور الآن الدعاء من ناحية، والكف عن أسباب الإثارة، يعني إن كان الإنسان يعني يتعاطى شيء من هذا، والنظر البعيد لعدم الاستجابة لبعض المؤثرات والمهيجات، ومنها هذا الموضوع. لا غير مطالبين لا مسلمين ولا نصارى بالخروج على هذا النحو الذي فيه إثارة، وقد يستغل من بعض الجهال على نحو يعني يؤدي إلى مزيد من الفساد ومزيد من الفتن. فهذه الأيام تحتاج إلى ضبط للنفس، ويعني يعرف كل إنسان قدره. نسأل الله تعالى أن يجنب يعني بلادنا الفتن والمحن وما ظهر منها وما بطن، إنه ولي ذلك القدر عليه. الحمد لله.